إلى الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة ويأتينا من المملكة العربية السعودية، حيث قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلغاء الرسوم الجديدة المفروضة على المعتمرين من مختلف دول العالم. والملك سلمان بن عبد العزيز يقرر إذن إلغاء الرسوم على المعتمرين ويأمر كذلك بالعودة للنظام القديم. مشاهدينا، نعود ونذكر بالخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة والذي يفيد بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يقرر إلغاء الرسوم الجديدة المفروضة على المعتمرين من مختلف دول العالم. والملك سلمان يقرر إذن إلغاء الرسوم على المعتمرين ويأمر بالعودة للنظام القديم. ونذكر بأن الضريبة تبلغ 2000 ريال سعودي.